تكلمنا في الدرس السابق عن المتتاليات والمتسلسلات الحسابية. اليوم راح نأخذها بشكل هندسي. أستاذ هندسة؟ لا مش هندسة، لا اسمها المتتالية الهندسية، المتسلسلة الهندسية. بدنا نتعرف عليها، شو يعني متتالية أو متسلسلة هندسية. في الجزء الأول راح نحكي عن المتتالية الهندسية، في الجزء الثاني راح نحكي عن المتسلسلة الهندسية. في البداية فكرتنا الأساسية إنه نتعرف على المتتالية الهندسية، والشغلة الثانية إيجاد المجموع للمتسلسلة الهندسية المنتهية. هاي إن شاء الله تعالى رح نحكي عنها في الجزء الثاني. طيب المتسلسلة أو المتتالية الهندسية إذا كانت النسبة ثابتة، يعني مقدار الزيادة ثابت، أو اللي هو الأساس إحنا راح نسميه هو ثابت بين كل حدين متتاليين، كل رقمين بيجوا وراء بعض النسبة بيناتهم ثابتة، يعني زيدوا بنسبة 50% بعدين زيدوا بنسبة 50%، هاي بنسميها نسبة ثابتة، فإنها تسمى متتالية هندسية. إيش شرط المتتالية الهندسية؟ إنه كل حدين متتاليين النسبة بينهما ثابتة. وتسمى النسبة الثابتة هي أساس المتتالية الهندسية. بدنا نتعلم كمان كيف نطلع النسبة الثابتة، هاي من أهم الأمور اللي راح نعرفها، ويرمز لها بالحرف R. R إذن إنا هو إيش؟ هو النسبة الثابتة اللي احنا بدنا نطلعها. إذا كانت ثابتة بين كل حدين متتاليين فهي تسمى متتالية هندسية. أستاذ بسطها لي، حبسطها لك، شوف كيف. بالكلمات، تكون المتتالية هندسية إذا كانت النسبة ثابتة بين كل حد فيها والحد الذي يسبقه. يعني باجي بقسم الحد الثاني على الحد الأول، الحد الثاني على الحد الأول، إذا كان يساوي قسمة الحد الثالث على الحد الثاني فهي متتالية هندسية. رمزها اللي هو LN على LN ناقص 1 تساوي R. هنا راح أعطيك إياها بمثال أسهل علي وعليك في الشرح والتبسيط. هذا عندنا هي الحد الأول، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع، وهي متتالية منتهية. كيف أميز المتتالية عن المتسلسلة يا أستاذ؟ المتتالية بينها فواصل، المتسلسلة بينها عملية جمع. تمام تمام، نيجي هون عندنا الحد الأول، هاي الحد الثاني، باجي بقسم الحد الثاني على الحد الأول بحكي له 16 تقسيم 32، قديش تساوي؟ بقسم، يلا ساعدني، نحكي له هاي تقسيم 16، هاي تقسيم 16، ف 16 تقسيم 16 1، بسطها لأبسط صورة ممكنة. 32 تقسيم 16 فيها 2، هاي طلعت معانا هاي النسبة، خلينا نشوف هل هي نسبة ثابتة أو لا. بعديها باجي ورد أعمل كمان مرة، بنحكي له بنقسم الحد الثالث على الحد الثاني، بنحكي له 8 على 16، بتلاحظ إن 8 نص 16، لو قسمت هذا على 8 قسمت هذا الحد التحت كمان على 8 راح يطلع معاك كمان 1 على 2. حلو، نجرب كمان على الحد البعدي الرابع على الثالث، نحكي له 4 على 8، قسم هاي على 4، قسم هاي على 4، فشو تساوي كمان 1 على 2. بتلاحظ انه كل مرة طلع معاي 1 على 2 1 على 2 1 على 2، بسطها لأبسط صورة، اذا R تساوي 1 على 2 وهي متتالية هندسية. ليش هندسية؟ لأنه R ثابتة، لما قسمت الحد الثاني على الحد الأول طلع نص، قسمت الحد الثالث على الحد الثاني كمان طلع نص، قسمت الحد الرابع على الحد الثالث كمان طلع معاي نص، فإذا R تساوي نص وهي أساس المتتالية الهندسية، فهي بنسميها إحنا متتالية هندسية.